تحت شعار الحرف ترسيخ للهوية الوطنية ودعامة للتنمية المستدامة، انطلقت بجلميم فعالية المعرض الجهوي للصناعة التقليدية المنظم من قبل غرفة الصناعة التقليدية لجهة جلميم ودنون، والرامي إلى تثمين منتجات الصناعة التقليدية بالجهة، وكذا تحفيز المواطنين على اقتناء منتوجات الصناعة التقليدية. هذا المعرض الجهوي اللي كيمر تقريبا كل سنه في مدينه قلميم، والغايه منه والاهداف ديال الغرفه هو ترويج الصانع التقليدي، يلقى واحد المحل، واحد المتنفس اللي يمكن يروج المنتوج ديالو ويعرف المنتوج ديالو ويعرف بالتقاليد والعادات والمنتوج الاقليمي للجهه. بمشاركتي بالقطع النسيج وتزيين العرائس والحناء، وان شاء الله كنتمنى نتوفق ان شاء الله في المعارض الاخرى. المعرض يعرف مشاركة حوالي 60 عارضا وعارضة من حرفيين وصناع وتعاونيات وتجمعات حرفية يمثلون مختلف أقاليم الجهة، وتضم أروقة هذا المعرض العديد من المنتجات التقليدية، منها نسيج الزرابي والزي الصحراوي واللباس التقليدي.